نشر موقع يمن مونيتور تقريراً حول الأسباب التي دفعت جامعة تعز لإغلاق أقسام مهمة نتيجة الحرب والأوضاع الأمنية المتدهورة والظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. وقال الموقع إن كلية التربية والآداب في جامعة تعز أغلقتا قسم اللغة الفرنسية وأقسام الكيمياء والفيزياء والأحياء والرياضيات واللغة الإنجليزية، بالإضافة لقسم الجغرافيا والفن التشكيلي والعديد من التخصصات في بقية الكليات داخل الجامعة. وأضاف الموقع أن سبب إغلاق العديد من الأقسام هو ضعف الإقبال عليها لشح فرص العمل لخريجي تلك الأقسام، فمن الطبيعي أن يختار الطالب التخصص الذي يضمن له عملاً بعد تخرجه. وأرجع أكاديميون في تصريحهم للموقع أن السبب وراء إغلاق العديد من الأقسام هو عدم توفر الأساتذة المتخصصين في هذه المجالات بعد انتقال الأساتذة إلى كليتي العلوم والآداب، وأن تعليق عملية التوظيف في اليمن جعل الطلبة يعزفون عن الالتحاق بهذه التخصصات الجامعية خصوصا التربية، لأن مهنة التدريس أصعب وأشق مهنة وظيفية يمكن أن تعمل بها وبأقل راتب يمكن أن تحصل عليه.